مدافع الفريق السنغالي يقطعها مرة ثانية منتصف الملعب. ميلاد ميلاد إلى جلال، جلال يرجع إلى مدافع الفريق أنطو عيمان، ورمية جانبية لصالح فريق شباب السنغالي. فريق الدين اليوم متكونين من جولتشي، أندري صباح، متعون بدفاع ميلاد، صبري، أنطو عيمان، فراس جورجيس، إيفان ذكران، ريشد فريقي له خطة بلقايا، متعون جلال، جلال وسامر جلال وميلاد سالم ودومينيك فاضل بخط الهجوم، كاسبار وداني وسام. خبينا خرته ميلاد سالم انخشت بكرة مخيالته جلال، أرارة مخيالته سامر، لم سيطر لهم خيالة، رمية جانبية لصالح فريق السنغالي. ونرحب ترحيبا بالأب مهند الطويل، ويقطع داني إلى ميلاد يسيطر على الكرة، ضربة أرضية إلى دومينيك يعبر خط الوسط، دومينيك لا كاسبار، ومرة ثانية فريق السنغال يقطع الكرة، أرضية إلى داني إلى ميلاد، أرضية مرة ثانية يمشي بالكرة، تنقطع مرة ثانية، أنطو عيمات، أنطو سريعة إلى كاسبار يمشي بالكرة، هو والجول، وطويلة طويلة، ضربة هدف، هدف محقق من اللاعب المهاجم كاسبار، دقيقة 44 من الشوط الأول. إيفان إلى دومينيك إلى جلال، عالية ويقطع مدافع الفريق السنغالي مرة ثانية، جلال جلال وضربة فاول. انتهى الشوط الأول أعزائي المشاهدين من ملعب إف سي فو في مدينة ليون بفوز فريق سنغالي بنتيجة 2-0. ننتقل بكم ثانية ونلتقي بكم خلال الشوط الثاني. حقيقة قدم فريقنا مجهود جيد بس مو مثل المباراة الأولى، ينقص له اللياقة البدنية، أعتقد المدرب راح يسوي شيء بالشوط الثاني، يمكن يزج بالشباب أيضا حتى يعادلوا النتيجة. حقيقة لعب بس الكرة كانت أكثر شيء بالوسط، نتمنى بالشوط الثاني يحقق مستوى أفضل فريق شباب اليوم، هو هاي دراك لفريق شباب اليوم بالشوط الثاني إن شاء الله. والله مباراة جيدة بس أكو شوية انكماش بالفريق مثل ما قلنا بداية المباراة وشوية ضعف اللياقة. والله الشوط الأول كان فريقنا مو ذاك الفريق اللي معتمدين عليه عكس المباراة اللي لعبوها سابقا، بس إن شاء الله نصلح الأخطاء الشوط الثاني قدمون، ولو راح عندنا فرصتين إن شاء الله نعوض الشوط الثاني. Pour le moment, on essaye de garder le calme sur le terrain et puis on va essayer de continuer en deuxième mi-temps et on espère gagner ce match. Et on est motivé et on va y arriver. Voilà. Merci. Bon. Bah écoutez, on va essayer, on va faire du maximum qu'on peut. Hein. Je pense qu'on a des bons atouts, il y a des bons joueurs, ça joue, donc on va essayer de donner le maximum. Et je peux assurer que je vais mettre un petit doublé pour ce deuxième mi-temps. Merci, merci. Inch'Allah, Inch'Allah. مركزك شنو دومينيك؟ تحب انت وين تلعب؟ دومينيك دوك تو هيك لا مهاجم مهاجم يدلو عفا مهاجم خمسين سريع هو كاسبر خلي واحد ورا خلي بس واحد مركزه شنو مركزك دومينيك تجي تقرب هو شي يلعب مهاجم يلعب لو 10 لو 10 يلعب لو مهاجم وسط دوره مهاجم يلعب تداير على سوى ثاني ابو داني دومينيك هذول كلهم خشنين تجيب دومينيك يضربها بتيتي فوقع بالقاع ده شوفوا وين انا ده شوفوا اللي يخافوا ما يخافوا رجلهم قدام البابوة واحد يبغى علق واحد يبغى علق دومينيك مهاجم مراوغ هو الدفاع شنو هذا مالهم ثقيل بس هالشكل اسوي لا اروح الطوب هذا كزبر مو حركه طب بيها سب الجول بس حرك نفسه جسامكم حركوه بالمراوغه لا انا مصور متوقع ميلاد 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 يكون هالشكل من ده تجي كله عليك ما رجعها هذه كله حيل ادفعها ودفاع هذا يلعب لك من واحد انت وسامر اثنينكم شو اخذت عليك الحقيقه الشوط الاول يعني فريقنا كان احسن بس المشكله يعني جماعتنا يمكن يخافون من احنا احسن منهم اخطر منهم بس ما بدنا نستغل فرص يعني وهي راحت ما عندنا فرص يخافون من عندهم هم خشنين يعني وطوال شوف جماعتنا يعني عندك دومينيك يعني ما يطبي كسروا بالنص فريقنا احسن بس ان شاء الله نعوض الشوط الثاني يعني الاخطاء مالنا يتلافوه ان شاء الله
نحقق نتيجة. وهذه الميدالية ميدالية الهداف هداف الفريق وهداف البطولة برصيد 5 أهداف، وهو أصغر لاعب من رعايا فريق شباب ليون، نتمنى له مستقبلا باهي. لاحظت فريقنا مهزوز، خط وسط نوعا ما مفقود، خلى هناك الهجوم والدفاع وماكو حلقة توصل بيناتهم، وإضافة إلى هناك يعني ارتباك وتردد وما أعرف يعني شنو السبب، هم خايفين من الخصم أو كذا، بس أتصور الشوط الثاني راح يكون معنوياتهم أقوى إن شاء الله. أتمنى للفريق نتيجة أحسن ويحققون نتيجة جيدة يعني. إن شاء الله. شكرا جزيلا أخ بشار. تسلل شباب ليون، أنطو عماد، كرة عالية إلى نورس، إلى أنطو، أرضية إلى دومانيك، دومانيك يمشي بالكرة، دومانيك والكرة معه، وتسديدة مباشرة ويخلص حارس المرمى، أول تسديدة مباشرة من خارج جزاء، وضرب الزاوية لصالح فريق شباب ليون، دقيقة 11 من الشوط الثاني، لا تزال النتيجة 2-0، ضربة الزاوية، ميلاد صبري بالقرب من ضربة الزاوية، ميلاد ميلاد عالية ويخلص حارس مرمى، وضربة الزاوية ثانية أقل من دقيقة، ضربة الزاوية 2، ميلاد هجمات لفريق شباب ليون، نتمنى يسجلوا هدف في هذه اللحظات، ميلاد عالية مرة ثانية تنقطع، وجلال جلال ونور الضربة، ضربة فاول لصالح الفريق السنغالي، ضربة فاول، مدافع الفريق يعبر كرة، وإيفان ضربة رأس عالية إلى دومانيك يسيطر على الكرة، بالقرب منه نورس، دومانيك إلى نورس يمشي بالكرة عالية داخل الجزاء، وكاسبر وداني وميلاد سالم، ميلاد إلى داني، وتسديدة خطرة إلى ضربة هدف لصالح الفريق السنغالي. بداية الشوط الثاني سيطر عليها فريق شباب ليون، وداني داني يعبر خط الوسط إلى ميلاد سالم، ميلاد يمشي بالكرة عالية عالية وإلى حارس المرمى، وإلى ضربة هدف لصالح الفريق السنغالي. دقيقة 15 من بداية الشوط الثاني، عالية إلى المنتصف، جلال جلال، إيفان ويقطع إيفان، فريق السنغالي هجمة خطرة وداخل جزاء، وحارس المرمى يخلص الكرة، داني منتصف الملعب يسيطر على الكرة، أرضية إلى جلال جلال، إلى نورس أرضية مرة ثانية، ونورس إلى كاسبار داخل منطقة الجزاء، ونورس وداخل مرة ثانية، وكاسبار وحارس مرمى يسيطر على الكرة، هجمة خطرة 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 خطرة، شوت إلى ضربة الزاوية، فريق ليون ده هجم في الشوط الثاني، الدقائق الأخيرة للفريق السنغال متقدم بهدفين مقابل هدف، خطرة خطرة داخل منطقة الجزاء يدخل، وبعد خطرة ميلاد يحول، داني ضربة راس بالعارضة تماما. هكذا ينتهي هذا اللقاء الحبي الودي بين فريق شباب ليون وشباب السنغال بهدفين لفريق السنغال مقابل هدف واحد لشباب ليون بعد أن ضيع ضربة جزاء في الدقائق الأخيرة. حظا سعيدا في المباريات القادمة، فشكرا لكم، إلى أن نلتقيكم في المباريات القادمة، أستودعكم بإذن الله، فإلى اللقاء.